أهلا وسهلا بكم طلابنا الصف السادس إعدادي مرة ثانية، واليوم راح نتكلم عن قواعد الفصل الثاني. طيب، بالنسبة لقواعد الفصل الثاني على نفس البرنامج، على نفس النمط اللي سويناه البارحة، خلينا نبدأ المسابقة. هنا أنا قاعد يقول لي security، هنا عندنا الكلمات المركبة. الكلمات المركبة طلابنا، بس خلينا نشوف هاي، هنا نخليها الكلمات المركبة. عندنا هنا كلمة security. security دائما نقول security كاميرا، سكيورتي كاميرا. طيب، سكيورتي كاميرا، إذا الاختيار مالتي راح يكون، دقيقة، جيد، هنا راح يكون سكيورتي كاميرا وتقديم صحيح. كرايم، كرايم هنا إذا طلابنا ملاحظين كلمة كرايم معناها جريمة، كرايم معناها جريمة، فدائما يقولون مسرح الجريمة، مسرح الجريمة. طيب، هنا تقريبا 82 سؤال اليوم. ميتال، عندنا هنا كلمة ميتال، فنقول ميتال ديتكتور معناها كاشف المعادن. أين أيضا عندنا سبيد ليميتس، دائما سبيد تأتي مع كلمة ليميت. كونفير بيلت، حزام ناقلة، اللي رايح بيكم للخارج اكو حزام ناقل لنقل البضائع، او اي حزام ناقل في اي مصنع. هنا تعال شوف هنا وياي، هنا قاعد يقول روز، القواعد التي everybody، الجميع، ان كانتري، في البلد، يجب ان يتبعها. قواعد يجب ان نتبعها، اللي هو يصيحوله قانون. بعد ايش عندنا؟ عندنا get information، عملية الحصول على المعلومات. get information، عملية الحصول على المعلومات، يصيحوا له تحقيق investigate. هنا ايش عندنا؟ عندنا person، الشخص، الشخص، who saw، الذي رأى أو سمع something، شيء ما، في وقت الجريمة. هذا شيء يصيحوا له، يصيحوا له شاهد. وين الشاهد؟ نعم، ويتنس، هذا الويتنس، يصيحوا له شاهد. طيب، الشخص، بيرسون، الشخص، هو ستيل، الذي يسرق الأموال من الجيوب. الشخص الذي يسرق الأموال من الجيوب، يصيحوا له نشال. وين كلمة نشال؟ عندنا بيك باكيت، نشال. بعد، when you get car، ها هنا نجعل هاي الكلمة seat belt، حزام الأمان، تضع حزام الأمان، يجب أن نضع حزام الأمان. طيب، نجعل هاي الثانية. الثانية شو يقول؟ يقول يوجد بترول في السيارة، يوجد وقود في السيارة. أنت تذهب إلى محطة الوقود، أنت ما دام أكو وقود بالسيارة فأنت لا تحتاج أن تذهب إلى محطة الوقود. هنا أنا مثلا عندنا هاي وراها، هنا يقول you are driving too fast، أنت تقود بسرعة شديدة. slow down، خفض السرعة. فهنا نقول أنت يجب أن تخفض السرعة. have to، الوراها يقول بليز، هنا عندنا خطأ إملائي. المهم، بليز بوت اوت يور سيجارت، اطفئ السيجارة. أنت تدخن، فيصير أنت لا يجب أن تدخن. طبعا كلمة تدخين يجب أن لا تدخن. يقول بيك اب، بيك مي اب ذا كار، تقلني بالسيارة، تاخذني بالسيارة. I'll get the bus، أنا سوف أصعد بالباص، أو get the bus، أركب الباص. إذا هنا يقول أنت لا تحتاج أن تأخذني بالسيارة، أنا راح أخذ الباص. هنا يقول الشرطة يجب أن تمنع الجريمة، prevent crime، طالما أن الشرطة يجب أن تغصب عليهم، والله يجب أن يمنعون الجريمة. طيب، be back late، هنا يقول أعود متأخرا بعد الساعة الثامنة، فوالدي سوف يغضبان. إذا هنا إذا عدت، إذا مصنت، إذا لم أعد متأخر، إذا لم أعد بعد الساعة الثامنة، يعني هنا يصير شلون عند، إذا ما يعني
إذا ما كنت بالبيت في الساعة الثامنة أبو والدي سوف يغضبان. طيب هنا أنا يقول don't have to لو needed. ها عندنا هذا السؤال خارج الجايبي، يقول أنت give me lift تعطيني توصيلة، أنا سوف أخذ تاكسي. طيب هنا يقول أنت لا يحتاج أن تعطيني توصيلة، أنا سوف أخذ التاكسي. أما هنا عندنا هبة، هاي هبة تريد تروح للسوبر ماركت، وذهاب للسوبر ماركت ما يحتاج لماصنت وإنما يحتاج لنيدنت. على أي أساس؟ خلينا تعال احسبها ياي. هبة تذهب إلى السوبر ماركت، لا يجب أن تذهب إلى السوبر ماركت، أو لا تحتاج أن تذهب إلى، لا هنا نقول لا تحتاج أن تذهب إلى السوبر ماركت. طيب درايفر السائق jump red signal، يضرب الإشارة الحمراء. لا هنا طابع نقول عليه mustn't، لا يجب أن يضرب الإشارة الحمراء. هنا وراها you speak to the driver، أنت تتكلم مع السائق. لا هنا يقول أنت لا يجب أن تتكلم مع السائق. وراها يقول give me your passport، سوي لي polite request. احنا سولفنا عن polite request، وخاصة لما عندك me، فهنا عندك polite request me خلي can you، فهنا راح تصير can you give me your passport. طيب اللي وراها يقول go with polite request may I، ليش may I؟ حتى يصير المعنى مترابط، may I go may I go with you، نعم. هنا أنا اللي وراها هنا يقول لي أفا العرض، العرض استعمل له shall I. وراها suggestion الاقتراح، الاقتراح شو تقولون شو نستعمل؟ جيد let's. طيب يقول an average 8-hour night is about right، شنو هاي؟ ما فهمنا هاي الموضوع شنو؟ يقول هنا سوي لنا نصيحة، هاي النصيحة الأمرية، يقول بمعدل 8 ساعات في الليلة. شو تسوي 8 ساعات بالليل؟ يعني أكيد إنه get enough sleep، تحصل على النوم الكافي. يقول تأكد make sure، تأكد بأنك تأكل الكثير من الفواكه. طيب يعني هل هي متعلقة بالنوم أو بالغذاء الصحي؟ اللي وراها يقول the most important meal، أهم وجبة في اليوم. شنو هي هاي أهم وجبة في اليوم؟ إذا انتبهنا عليها طلابنا الأعزاء، هل هي درينك يشرب؟ يعني هي يقول وجبة طعام، شلون يشرب؟ بريكفاست، نعم البريكفاست إنها أهم وجبة في اليوم. ايش عندنا هنا؟ يقول at least letter and half every day، على الاقل لتر ونص يوميا. شنو الاكل؟ لو الدخان طبعا، شرب الماء. الوراها يقول give them tested once a year، افحصها مرة في السنة. من هي؟ الطعام أو النوم؟ لا أكيد النظر. يقول look after your eyes، اعتني بعينيك. هنا you have always wanted to fly، I think you like Air Force. سوي لي expectation، احنا سولفنا عن expectation. expectation ال I think نحذفها، نحذف ال I think، وهاي ال will تصير should، راح تصير you should like the Air Force. طيب ايضا هنا يقول يسوي لي expectation، هنا مثل ما قلنا ال I think نحذفها، وال والله تصير should، تصير I should pass، I should pass. وراها يقول لي BLDG المن تعبير، تعبير للبيلدينج اكيد. وراها avail أكيد هاي لل available. كو هل هي company computer؟ المن هنا طلاب، هنا طلابنا الأعزاء خلينا شوية نعطيكم لمحة عن هاي المختصرات، فإذا عندكم أكيد أنتم تشتغلون على الكراسة. طلابنا الأعزاء طلعونا الكراسة، بالكراسة في صفحة دقيقة نشوفها.
بالفصل الثاني. نعم، راح تلقوها في صفحة 30 بالكراسة، صفحة 30 بالكراسة. يا ريت انه هاي الصفحة 30 تحفظوها املاء. صحيح صار جايب لكم اياها اختيارات، بس لازم انتم تحفظوها املاء. على العموم هسه السي او هي تعبير على كمباني. طيب يقول could I speak to or I want to speak، هنا يتكلم عن كلام المؤدب. يعني شنو كلام مؤدب؟ يعني اذا انت رايح لك على واحد، ايش راح تقول له؟ Could I speak to، هل استطيع ان اتكلم معه؟ لو تقول له انا اريد ان اتكلم معه، اكيد راح تقول له Could I speak، لان هي اكثر تأدبا. طيب وراها يقول والله مي، اكيد المي هي اكثر تأدبا. طيب اللي وراها This لو ذات، هنا يعتبرون This هي افضل. Just a moment لو just wait، يعني واحد دق عليكم الباب، شو راح تقول له؟ تقول له لحظة من فضلك، لو تقول له انتظر، لا أكيد تقول له لحظة من فضلك. طيب good morning is that لو are you، شنو الإشارة الأفضل؟ is that لو are you، أكيد تقول له is that. هنا عندنا كلمة about وعندنا كلمة because. إذا ملاحظين هنا قاعد يعطيني اختيارات، هل هي الأباوت أو هي الـ because؟ لأ، الأفضل إن تقول له about. يعني شلون about؟ أنا أقول لك صديقك إجا أخذك للحلة مثلا، أو مكان بعيد، فش راح تقول له؟ تقول له أنا راح أروح بسببك، لو راح أروح من أجلك about. فهنا هم يصير نفس المعنى. طيب هنا اللي اكثر تأدبا هي would you like parts. يقول لي parts، شنو مرادف كلمه parts؟ هاي البارت شنو مرادفها؟ هنا عندنا مرادفات، هل هي branches join install؟ لا اكيد هي branches، part اجزاء، او branches فروع، نفس المعنى تنطي. طيب become member يصبح عضوا، يصبح عضوا يعني join ينضم. وراها put in يعني يضع فيه، بمعنى انه ينصب. وراها make sure it keeps walking، تأكد من انها تعمل، تأكد من انها تعمل يعني maintain، صيانة. someone in high position، شخص في مرتبة عالية اللي هي officer اكيد. زين ليش ما نقول supervise، مشرف؟ من يقول المشرف انه هو في مرتبة عالية؟ يجوز واحد مثلا العمال نفس المرتبة، واحد من عندهم يصير مشرف لكن يبقى مرتبته نفسها. being charge يكون في موضع مسؤولية، منو هذا اللي راح يكون في موضع المسؤولية؟ هل هو officer الضابط؟ هل هو سوبرفايز المشرف؟ طبعا المشرف راح يكون في وضع المسؤولية. ليش؟ لأن هم معينين مشرف. outside the military، خارج الجيش، هاي بالله أكيد إنه هي civilian اللي هي المدني. وراها يقول the land force، the land force navy and air force، يعني شنو معناها؟ يقول القوة البرية، القوة البحرية، والقوة الجوية. branches لو types، هل هي أنواع أم فروع؟ لا هي نقول branches. زين you must be 18 years old to belong لو to join، لتنضم لو لتنتمي، أكيد لتنضم join. وراها military needs، الجيش يحتاج maintain صيانة المعدات. وراها يقول in the military في الجيش you can take this، يمكن أن تأخذ اختبار أو تختبر لتصبح officer ضابط. If you pass the test، إذا نجحت بالامتحان you have more responsibility، لديك الكثير من المسؤولية. And you investigate law supervise، طيب
هنا ايش راح يصير؟ انفستيجيت لو سوبرفايز، يعني بالجيش مسؤوليتهم تحقيق، لو اشراف اكيد اشراف. When you leave military، عندما تترك الجيش، training التدريب can help you، يساعدك find على إيجاد criminal لو civilian job، على وظائف إجرامية لو مدنية. والله هي أكثرها إجرامية إذا نجي للواقع، يعني الجيش يخرج مرتزقة إلى آخره، فيصيرون قتلة مهجورين إرهابيين. لكن نفس الوقت قاعد يعطيهم خبرات مثل استعمال الكمبيوتر، السياقة إلى آخره، فالسيفيليان. ريد سيجنال إشارة، أها هنا نجي على الميد والهاف. طلابنا الأعزاء هنا عندنا كلمة ميد، الميد يجي وراها فعل مجرد، دائما هاي الميد ما دام عندنا ميد فعل مجرد. طيب اللي وراها هنا بنفس الحالة عندنا فعل مجرد، إذا نختار الميد. أكر مرادف أكر معناها هابنت. إنجارد يجرح، يعني هارت. أليرت يستدعي، يعني كولد. انفستيجيت تحقيق، هل هي ستاف معدات، لو فايند اوت يكتشف. بروبرتي معدات، يعني ستاف. درايف السائق ماست سبيد ليميت، يجب أن يطيع قانون السرعة. يو مصنت without سيت بيلت، مصنت يجب أن لا تقود بدون حزام الأمان. يور كار سيارتك مصنت يجب أن لا تملك أضواء مكسورة. You can't take the bus، أنت يمكن أن تأخذ الباص. So لذلك you don't have، أنت لا يجب أن تأخذ السيارة. When you ride motorcycle، عندما تقود الدراجة النارية، you mustn't wear helmet، الخوذة. You must، أنت يجب، fine الغرامة، فيجب أن تدفع الغرامة. You must slow down، ها يقول you must، أنت يجب أن، ها آسف الفراغ صاير، أكو خطأ هنا بالطباعة، أكو خطأ بالطباعة. هلو عليك علبة وقال خلي يحلي هاي الأسئلة. خلاص خليه هنا وقل له دقيقتين بعد لي 10 أسئلة هسه راح أخلص إن شاء الله. You must slow down، أنت يجب أن تخفض السرعة. Round about في الاستدارة، لكن لا يجب، but don't have to stop. You must، أنت يجب، people الناس، cross أن يعبروا الشارع، street pedestrian crossing من منطقة العبور، أنت يجب أن تدع الناس يعبرون. هنا if you commit crime، إذا ارتكبت جريمة. I must get up early، أنا يجب أن أستيقظ مبكرا. خش تعال نشوف. On weekend trip drive lorry because I don't want to be late، ها أنا يجب أن أستيقظ مبكرا لأني لا أريد أن أتأخر. You need take some، you needn't take so much package، أنت لا يجب أن تأخذ الكثير من الأمتعة. ليش؟ On weekend trip drive lorry، في قيادة اللوري، شو العلاقة في قيادة اللوري؟ فهنا take passport أكيد في الرحلة. We mustn't forget، يجب أن لا ننسى، إيش ننسى؟ أكيد ننسى الباسبورت. You need to get special license، أنت يجب أن تحصل على رخصة خاصة في قيادة اللوري.
She has to. هي يجب عليها. يجب عليها شو تسوي؟ أن ترتدي الزي الموحد في وظيفتها. I don't have to. أنا لا يجب. لا يجب شي. لا يجب شي يسوي. Leave so soon. أغادر قريبا. We left 2 hours early. نحن غادرنا مبكرا. لما غادرنا مبكرا نحن لا يجب أن نضيع الطائرة. Police found fingerprint. الشرطة وجدت طبعة أصابع في موقع الجريمة. هم يجب أن يعتقلوا اللص. The studies studies her. He studied hard. هو درس بجد. هو لا يجب أن يفشل. He shouldn't fail the exam. He learned. هاي هنا كاتبتي بس هي all. He learned about computer in the military. He should be able to help. Where there are security camera. يوجد security camera in the building. في البناية. Security guard. Security guard should or shouldn't see everyone. ده أكيد إنه الحارس يجب أن يرى كل شيء. طيب. She is 6 preparatory. She preparatory. Sorry. آسف. She should. أو shouldn't graduate in the summer. هي يجب أن تتخرج. لا يجب أن تتخرج. هنا يجب أن تتخرج. بس هنا لحد ما غلطنا بوحدة. يعني لازم نسوي تشجيع. خلينا نغلط وراحنا بهاي الوحدة. هي should بس احنا راح نغلط أنفسنا متعمدين طلابنا الأعزاء. هنا أنا يقول لك الكمال. حتى الناس طلاب ما تحس بالنقص لأن كل احنا نغلط. حلو الغلط. على العموم خلينا نشوف نتيجتنا ايش قد حصلنا. هنا بقى شفنا النتيجة مالتنا. حصلنا 98%. السؤال الوحيد اللي غلطنا فيه اللي هو السؤال الأخير. غلطنا أنفسنا متعمدين. على العموم طلابنا الأعزاء إن شاء الله باكر أو بعد باكر راح ننشر القواعد مال الفصل الثالث. أهلا وسهلا بكم. مع السلامة.